السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة النهاردة ورابع أيام عيد الفطر المبارك، ونقول لحضراتكم كل سنة وأنتم طيبين، دايما إن شاء الله أيامنا كلها بتكون أعياد ومحتفلين مع بعض، وكل يوم في نكهات خاصة وحاجات حلوة جميلة جدا بنوصلها لكم وبتصل لينا إن شاء الله عن طريقكم في برنامج نكهة خاصة. النهاردة طبعا عاملين نكمل مع بعض مشوار الأكلات برضو الخفيفة اللي لسه ما دخلنا في الأكلات التقيلة شوية. هنعمل مع بعض النهاردة طبق بكاتا كده ظريف بالدجاج، وهنعمل مع بعض مهلبية بالجزر عشان طبعا الأطفال، ونعوض برضو القيمة الغذائية شوية تكون أعلى، وهنعمل مع بعض سلطة بطاطس. هنعمل أصناف جميلة جدا مع بعض النهاردة إن شاء الله هتعجبكم كتير إن شاء الله. طيب إحنا ممكن نشوف مع بعض مكونات أول طبق، نبتدي مع بعض الطبق البكاتا ونرجع مع بعض مرة تانية. اطباق اليوم ان شاء الله اللي هنعملها مع بعض اطباق ان شاء الله سهله وبسيطه بالنسبه لكم، هيكون فيها تنوع كتير ومختلفه للناس اللي عاوزه تعمل حلو خفيف، الناس اللي عاوزه تعمل طبق فراخ خفيف برده بطريقه جميله، وهنعمل مع بعض كمان طبق سلطه بطريقه حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم. تمام، هنبتدي مع بعض اول طبق اللي هو طبق البكاتا. البكاتا هي ممكن تتعمل باللحمه وممكن تتعمل بالدجاج وممكن تتعمل بالسمك. الطريقه نفسها بتاعت التقديم بتاعتها اللي هي بتتعمل بيها ان احنا بنقطع الدجاج او صدور الدجاج كده بالطريقه دي قطع صغيره شويه، او تقطعيها زي الاسكالوب تقطعيها شرايح وتدقيها شويه زي ما انت عاوزه، بس هي طبعا الافضل انها تكون متماسكه كده عشان لحم الدجاج خفيف ما بياخد معاكي سوى كتير بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، يعني بتقطعي الصدر مثلا او ثلاثه قطع اربع قطع قطعتين على حسب حجمها، بتقطعيها بالشريحه كده بطرف السكينه بالطريقه دي. تمام، هنبتدي نعملها بس ملح وفلفل، ملح وفلفل كده خفيف
تطعميها، وبعد كده نعمل لها طوى على النار فيها زبده وفيها شويه زيت صغيرين عشان ما تتحرق معاكي، تديك اللون اللي احنا هنعمله. الطريقه اللي احنا هنعمل بيها الصوص او تربطي الصوص بيها على طول، اللي هي ان احنا نعمل الدقيق قبل ما تنزل النار، يعني تعمليها شويه صغيرين كده زي تحميره خفيفه بس ما فيهاش نسبه دهون عاليه. تمام، هنقلب كده الملح والفلفل بالطريقه دي في الدجاج بالشكل ده، بس ملح وفلفل فقط لا غير. ممكن في ناس بتحب تحط جوز الطيب، تحط حبهان، بس طبعا انا بفضل ملح وفلفل افضل عشان النكهه بتاعتها تكون مظبوطه معاكي بعد ما تعملي الدقيق فيها. تمام، هناخد هنا دقيق بسيط جنبنا وننزل شويه زيت خفيفه، كده بالشكل ده. احنا نديها بس نص تحميره، بعد كده ننزلها تاني مع البصل والثوم بتاعها عشان تستوي بيها. تمام، ننزل هنا بالزبده وبالسمنه، بعد كده نكون مجهزين الدجاج كده بالملح والفلفل، تتبليها في نفس اللحظه وتنزلي فيها في الدقيق بالشكل ده. تمام، تعفيره خفيفه بس، ما زي البانيه بس تعفيره كده عشان نقفل المسام بتاعت الدجاج نفسها. بعد كده تنزلي بيها في الزيت بالماده الدهنيه بالشكل ده كده، تعمليها كده تبدريها بس بالدقيق كده حاجه بسيطه زي السمك، بس ما بتنزلهاش في زيت غزير، حاجه بسيطه بس للتحمير تلون، وبعد كده تطلع على طول. وما بنخلي تلوينها اللون الاحمر كمان، احنا بنخليها لونها فاتح لونها الابيض عشان نعمل بيها الصوص الابيض كمان معاها كده بالشكل ده. نخلينا نحمرها كده بسيطة، ننزل بكمية بسيطة من الدقيق تعفيرة كده زي ما احنا شايفين، ما بتشيلش دقيق كتير. بعد كده ننزلها في المادة الدهنية اللي هي عبارة عن زيت أو سمنة مع زبدة، تعملي الخلطة الاتنين مع بعض عشان لونها ما يلون وتبدأ معاك اللون الفاتح. نقلبيها كده، شايف اللون، بس نخليها لون فاتح ابيض زي كده، نقفل المسام بتاعتها بس فقط لا غير بالشكل ده، ما بنخليها اللون الاحمر. بنعمل لها الصوص بتاعها ازاي بقى؟ بننزل ببصل وثوم بعد ما بنخلص القليه البسيطه ديت او التقفيل المسام البسيط ده اللي احنا بنعمله للدجاج او اللحمه او السمك، بنطلعه بره ونخلي الماده الدهنيه دي زي ما هي في نفس الزيت ده او في نفس الماده الدهنيه اللي انت شغاله فيها. هتنزلي بشويه بصل صغيرين، فصين ثوم، تنزلي فيها بعد كده بالدجاج نفسه، تعفريها تعفير الدقيق خفيفه طبعا، بالاضافه ان الدقيق اللي فيها حوالين المسام ده بيعمل لك قوام تقيل، فبتبتدي تزيديها شويه حليب او كريمه معاهم شويه تتبيله ثانيه لو انت حبيت حسيت الطعم لسه ماسك شويه. بعد كده تحط لها شويه ملح وفلفل وجوز الطيب، تديها شويه كريمه لو عندك، علبه قشطه ممكن تقلبيها فيها عشان تطلع معاكي صوص خفيف ابيض. تمام بالشكل ده، نطلعها كده بنفس اللون ده كده. زي ما شايفين لونها بيكون فاتح، هي لسه طبعا ما استوت، لكن احنا بنعمل لها مرحله اولى من التسويه. ونتذكر مع بعض برضو احنا عملنا الكفته كده امبارح، وبعد كده نزلناها كل الكميه مع بعض عشان تبقى لونها واحد. هننزل بباقي الكميه في نفس الزيت بالشكل ده، تعمليها بطريقه سريعه طبعا عشان ما تلون منك في الزيت. تبديره خفيفه كده من الدقيق، تقفلي المسام بتاعتها بس، وبعد كده تنزلي في الزيت بالشكل ده. بالطريقه دي. تمام؟ هنعمل كل الكميه بالطريقه ديت، بعد كده زي ما اتفقنا بننزل ببصل، فص ثوم، نطعمها تطعيم خفيف، ننزل الفراخ تاني،
بعد كده ننزل بشويه حليب او قشطه او كريمه، اي نوع حليب عندك ممكن تنزلي بيه، ممكن كريمه كريمه او قشطه، او تعملي شويه حليب مع دقيق تنزلي بيها برضو بتربط معاكي، لان بالاضافه ان الدجاج نفسه فيه نسبه دقيق فبيعمل نسبه ربط، فالصوص بيكون تقيل شويه معاكي. تمام، حضراتكم كده شايفين انا بقلبها طوالي عشان ما يبقاش فيها لون احمر، لازم نخلي لونها لون ابيض شويه عشان الصوص بتاعها برضه يطلع لونه فاتح. بعد كده ناخدها وننزل اخر كميه كده مع بعض. في ناس بتبقى الصوص معاها تيجل شويه، ممكن تزوديها عادي نسبه شوربه او ميه عادي، مفيش مشكله على حسب القوام اللي انت بتحبيه. في ناس بتحب تضيف لها برضو قطعه من الجبنه تسيحها فيها، او تحط لها جبنه البارميزان جبنه شيدر تبشرها شويه بسيطه وتحط لها شويه على الصوص بتاعها، بتديها طعم مميز كمان. ننزل باخر حاجه معانا كده مع بعض بالشكل ده. بكاتم الاطباق الجميله جدا المشهوره حول العالم، ممكن تتعمل في نفس اللحظه بالظبط، بتاخد معاكي على النار 10 دقائق على حسب حجم التقطيع اللي انت عاملاها، فبتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. وهنشوف طبعا طريقه التقديم، بنضيف عليها ايه بقى في النهايه؟ ممكن شرايح ليمون، نضيف عليها خيار مخلل عشان تديكي طعم المزازه او الملوحه شويه فيها. تمام، كده بالشكل ده. ننزل بقى بقية الدجاج كله، نخليها تكمل تسوية كلها مع بعض على النار. نقلب فيها كده زي ما شايفين، اللون بتاعها طبعا بيكون ذهبي، لكن ما بنخليهاش تغمق زياده عن كده عشان ايه تعمل معانا الصوص الابيض شويه، وتفتحيها بالكريمه او الحليب ممكن تحطيه مع شويه دقيق صغيرين بيربط معاكي برده بيديكي نفس النتيجه. عاوزه تزيدي التطعيم بتاعها بتزيديها زي ما قلنا خيار مخلل شرايح ليمون، بتضيفي شويه جبنه صغيرين تبشريهم عليها وتحطيها، بتطلع الصوص معاكي طعمه جميل جدا مع الملوحه طبعا بتاعه الخيار والليمون. تطلع شويه ميه كده زي ما اتفقنا، ممكن بعد كده تخلي لونها ابيض بالكريمه او بالقشطه او بالحليب، تفتح اللون بتاعها او تعمليها بنفس اللون ده برده بتطلع لون حلو اللون الذهبي، بالاضافه للخيار المخلل مع شرايح الليمون. الليمون طبعا بنضيفه في النهايه يا جماعه عشان ما يمرر معاكي وبيديكي طعم مر شويه، فبنحنا بنعمل الليمون في النهايه. نجيب كده الخيار ونقطعه شرايح بالشكل ده. الليمون ممكن تفصصيه وتطلعي اللحم بس بتاعه، او ممكن تضيفي حلقات وبعد كده تشيليها بس في الاخر خالص، ناخد النكهه بتاعته وبعد كده نطلعها بره. نبتدي نقلبها كده عشان تاخد طعم الملوحه اللي موجوده في الخيار، عشان كده انا بقول لكم نخلي التطعيم في النهايه عشان طعم الملح يكون معاكي مظبوط.
بس بنطعم الدجاج ملح وفلفل، حاجه بسيطه جدا. بنخليها طبعا القوام بتاعها هي دلوقتي خفيفه زي ما احنا شايفين، لكن بعد شويه بتاخد نسبه الدقيق اللي موجوده على الدجاج، وبعد كده بتربط معاك بتعمل ليكي صوص تقيل. ونخليها كده شويه تستوي على النار. اخر حاجه زي ما اتفقنا بنضيف لها الليمون، نقطعه ممكن نقطعيه لحم كده او ممكن تعمليه شرايح وبعد كده تضيفيه عليه، وبعد كده تطلعيه تاني لو انت الناس ما بتحب تشوفه مثلا في الاكل او حاجه زي دي، وفي نفس الوقت عشان ما يمررش معاك، بس دايما تحطيه اخر حاجه في مرحله التسويه، يعني اخر دقيقه مثلا وبعدين تطلعيه خالص من على النار. او الافضل ان انت تحطيه كده لحم عشان يديكي طعم حلو وفي نفس الوقت تستفادي منه في الاكل، تمام؟ بس احنا طبعا هنخليه في النهايه لان الليمون مع الطبخ كتير بيمرر معاكي، بيخلي الطعم مر شويه. طيب احنا طبعا برضو احنا شفنا كل المكونات مع بعض، هنعمل دلوقتي برضو مع بعض مهلبية الجزر، من المهلبيات الجميلة جدا. طبعا لازم نسلق لها الجزر ونحط لبن طبعا على النار يسخن. هنوريكم ازاي تخلطوا الاتنين مع بعض وتعملوه، بس بعد ما بتشوف مع بعض مكونات مهلبية الجزر. رجعنا مع بعض مره تانية في برنامج نكهه خاصه، وزي ما شفنا مع بعض قبل المكونات بتاعت مهلبيه الجزر، احنا عملنا مع بعض البكاتا، ودلوقتي هنبتدي مع بعض في مهلبيه الجزر. بس قبل ما نبتدي انضمت الينا دلوقتي الدكتوره زهراء اخصائيه التغذيه. مرحبا بك يا دكتوره. مرحبا بك يا شيخ محمد، ومساء الخير عليك، ونهارك سعيد، ونهار سعيد على كل المتابعين لنكهه خاصه، ومره ثانيه وثالثه كل سنه وانتم طيبين، ونعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله، واجازه سعيده ممتعه، والناس بعد كده ترجع تداوم الدوام بتاعها العادي بكل طمأنينة وبكل راحة وبكل سكينة بعد أيام رمضان المبارك بالطاعات والعبادات، وكمان عيد الفطر المبارك إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. شفنا أطباق مع شيف محمد، عملت لنا شنو يا شيف قبل؟ احنا دلوقتي يا دكتوره عملنا اول طبق مع بعض، طبق البكاتا، وشرحناه ازاي بيتعمل بطريقه سهله وبسيطه جدا. ايوه. وهنعمل دلوقتي مهلبيه الجزر، بس هنسيب حضرتك طبعا تكلميهم الاول عن البكاتا والقيمه الغذائيه بتاعتها والطريقه نفسها بتاعت التقديم بتاعتها صحيه، لان هي طبعا من غير جلد او من غير دهون عموما يعني. تمام. نحن زي ما عارفين انه الدجاج من الاغذيه المفيده ومهمه جدا جدا لكل الفئات العمريه، وكمان برضه بننصح دائما بانه الدجاج إن ننزع الجلد بتاعه ونتناوله عشان يكون صحي اكثر، وعشان نسبه الدهون بتكون عاليه جدا جدا في الجلد بتاع الدجاج. تناول الدجاج بيدينا نسبه من البروتين عاليه ومفيده لجسم الانسان، لان البروتين بيساعد على بناء العضلات ونموها، فبالتالي هو غذاء مناسب بالنسبه للاطفال في مرحله النمو، وكمان برضه بيعتبر من الاغذيه الصحيه وبيدخل في النظام الغذائي بتاع الناس المتبعين حميات غذائيه، وحتى الناس اللي ما بيتناولوا اللحوم الحمراء هو بيكون مفيد وصحي لهم. نسبه الكربوهيدرات في الدجاج قليله جدا، نسبه الدهون زي ما قلنا بتكون من الجلد، فاذا نحن نزعنا الجلد ممكن تجي من المكونات المضافه للطبق بتاع الدجاج اللي نحن عاملينه، وكمان زي ما قلنا نسبه البروتين عاليه ان شاء الله. طيب احنا كده البكاتا بس خليناها تستوي شويه، زي ما حضرتك شايف القوام بتاعها كل شويه بيتقل عشان الدقيق اللي فيها اللي احنا كنا عاملين بيه الدجاج بينزل مع الماده السائله بيربط معاكي بيعمل زي الصوص، تمام؟ بس كل ما بيقعد طبعا اكتر على النار بيستوي معاكي اسرع. في ناس بتحب تحط كريمه بتربط معاها اسرع، في ناس بتدوب معاها معلقه نشا او كورن فلاور او معلقه دقيق،
عشان لو هي خفت منها الصوت شويه عاوزاها صوت اتقل شويه. أيوة. تمام. هنبتدي نعمل مع بعض دلوقتي مهلبيه الجزر، بس نستاذنكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. الو الو سهر ما سامعني يا نهار. ما نحن بنقول لها الو انا سامعاها هي ما سامعانا. ايوه انا كده سمعتكم. سمعتينا؟ زوزو شايفاك شايفاك اول حاجه كنت انتم طيبين. وانت طيبه يا اخي. ثاني حاجه شنو الناس تجي راجعه من الاجازه دي؟ يعني قصدك شنو انت قصداني ولا انت اول وحده انت شيخ ابراهيم تجي راجعين وقتي؟ ما ممكن. لا عايزه محمد ظريف كيف كل سنه وانت طيب يا شيخ. انت طيبه دكتور اخبارك؟ انت عايزه نرجع؟ اه طبعا. شفتي؟ انا شوف اللي جالسه طيب. روعه الشباب ده بيسلموا عليك. ايه ازيك هم كويسين؟ كويسين. كل سنه هم في الامارات. ان شاء الله طريق الحبيب عليكم يا رب. ان شاء الله جمعني يا رب وتجي راجعه سريع سريع. ما داري معك اي حركات. خلاص طيب يا زهران علي دعوات ظريفه اول حاجه بعدين علي في الرجاء. هسه اصبري حشغلها لك. خلينا بس نرجع مباشر. استنى يا روعة استنى لما اخلص خلط. أربع دقايق؟ أربع دقايق؟ خلاص كويس. أربع دقايق تو؟ بخلط لك شوية بصل أهو. أخلطه أخلطه لكن ما تحمره. مش؟ يحلى لك يا زهرة، ريحتك بصل؟ أنت عارفة آخر أيام في رمضان كانت أحلى أيام؟ انت جاده لانه ما في اي ريحه بتاعت زيت ولا بصل ولا ثوم ولا كل ما الخبايز طبعا ما انا اشتغلت اخر حلقه كان مع ابراهيم برضو كان ما فيها بصل والعجب اول يوم في العيد كويس انه قليش اول يوم في العيد يعني نفس الحكايه بتكوني عملنا عصير بس في نهايه الحلقه يعني الزول مش عيط مطمئن ومرتاح نفسيا يا سلام ده حاجة ظريفة شديد صورتكم حلوة شديد شفتي الجروب؟ والله هاي امبارح واحدة وقفتنا ماشية في المول واحدة وقفتنا اها بتسلم عليكم شديد صحيح ليلى سلم عليها هنا في تراكيب في الجروب ده ما في صح؟ وما في لا شايفة؟ لا ما في ما تخيلي لأنه الناس كلهم بيسألوا إنها هي ما في وما معانا هنا ولا شنو؟ حتى المنشن ما بيظهر لها الو قطعوا الخط ولا شنو مشغليننا علينا في جروب كده بتاع بنات منزلين الصور حقتنا وقالوا ديت
اول مذيعات يكونوا محجبات كده وملتزمات. لا والله. جروب ايه؟ في جروب بتاع اسمه شنو؟ الدعم السريع ولا شنو بتاع بنات كده. الحلقة الأولى. هاي الحلقة صحيح ساعة ونص؟ نعم. ليه ساعة ونص؟ الليلة السبت؟ الليلة بس سبت، الليلة آخر يوم في في العيد. عشان كده عملوا لكم ساعة ونص؟ ما المفروض من أول يوم ساعة ونص. نهال جابتنا قبل ساعة من المباشر. نحن جاهزين جاهزين من الساعة 2 وثلث قاعدين في الكنترول. كويس؟ حد شغلها معاكم حلقة لايف لازم. أنتم منتظرين، بس خلص التليفون هنا. بعمل لك الحاجات أنا، خليني أمشي معاك، ما تفوتي. بعمل أنا. الحليب سهرة. ألو؟ حضرتك عم تنزلي؟ عيني اشرب النار ما يطول. روعة. الو ايوه ركزي معنا شوي لانه بعد شوي داخلين على الهواء. خلاص طيب اوكي. وماما كيف؟ كويس الحمد لله. تمام؟ والباقيين كلهم تمام. كيف؟ كويسين؟ كويسين تمام تمام الحمد لله. يلا بس شنو؟ شدي حيلك. ها؟ عادي بالضبط والإنسان. يلا ستان باي يا رورو. خلاص تمام. خمس دقايق؟ خمس دقايق كاملة ستان باي. طب استنى ثانية. ما أعرف خمس. رجعنا مع بعض مره ثانيه في برنامج نكهه خاصه، وزي ما شفنا مع بعض قبل الفاصل شفنا مكونات مهلبيه الجزر، وهنعمل دلوقتي المهلبيه مع بعض خطوه بخطوه، وهنسيب الدكتوره برضو تتكلم معانا عن القيمه الغذائيه. اتفضلي يا دكتوره. بتاعت مهلبيه الجزر طبعا. كمان قبل ما نتكلم عن مهلبيه الجزر معانا اتصال من دكتوره روعه. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا زهراء، وكل سنه وشيف محمد طيب، وكل سنه وكل التيم بتاع نكهه خاصه طيب، ونهال كل المصورين وكل المخرجين ان شاء الله يا رب الف خير، وربنا يحقق كل اماليكم. كمان كل مشاهدينا خاصه ما حنساهم كمان اكيد، هم الاساس اكيد. كل سنه طيبه يا روعه وكل الاسره الكريمه بالف خير وسعاده. فقدناك كثير السنه دي بالذات، كنت معنا السنه فاتت في اول يوم في رمضان في العيد، لكن السنه دي فارقتينا من قبل العيد ما يجي. والله يا زهراء لو ما الظروف كنت اكيد حكون قاعده معاكم، لان انا بجد بحب اشتغل معاكم وشغل معاكم ممتع جدا. كمان اكيد حكون مشتاقه انه انا الاقي المشاهدين، طبعا الحمد لله لقيتهم هنا لايف، وبيسلم عليكم كثير اي زول لقيته بيسلم عليكم، وبشكركم على المجهود الحلو اللي انتم عملتوه في نكهه خاصه. نحن كمان بنحييهم ووصل لهم تحياتنا، وشيف محمد برضه حاب يعيد عليك. كل سنه وانت طيبه دكتوره روعه. وانت طيب شيف محمد، ان شاء الله ربنا يحقق كل امانك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله جميعا. وزي الاهل والاخوان كلهم كويسين؟ كويسين الحمد لله بخير، انتم كيفكم كلكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله ناقصينك بس والله. العيد كان ان شاء الله هيكون لي فرحه احسن كمان معاكي، بس ان شاء الله وانت فزت اهلك بيكون لها فرحه مميزه طبعا. كل سنه وحضرتك طيب. اكيد تسلم كثير شيخ محمد، وانت طيب وكلكم ان شاء الله كلكم بالف خير يا رب. سعيدين ان سمعنا صوتك، وبنقول لك كل سنه وانت طيبه، وكل اهل الامارات برضو والمغتربين كلهم كل سنه وهم طيبين. وانت بالف خير وانت طيب ان شاء الله. والناس هناك روعه متابعين ومعانا ولا كيف؟
والله يا زهرانة يعني بجد امبارح كنت طالعة كده مع أهلي، لكن ما شاء الله لقيت إنه الناس كتير متابعة بيسلم عليكم كتير ومتابعين الحلقات أول بأول، في ناس عاملين دفاتر ما شاء الله. أيوه تمام. يعني شوف محمد أنت وشوف إبراهيم عندكم منافسين كبار بينهم. طب الحمد لله الحمد لله. طبعا المشاهدين لما كمان يرسلوا لنا يا شيف الابداعات وشيفات ما شاء الله بيدوهم الدعم في انه الشغل بتاعهم حلو شديد، بس يعني احنا ناقص لنا نذوق الطعم بتاعهم. فعلا شغلهم مميز بقى، مميز كتير جدا، وتطوروا بمرحله احسن كتير، ودلوقتي ما شاء الله بقى ابداعهم احسن مننا احنا كمان، وده اللي احنا عاوزين نوصل له، ان دايما يكون في عندهم نكهه خاصه بيهم هم شخصيا. يعني يكونوا زي ما حضرتك بتقولي عاملين دفاتر، بس الدفاتر دي تكون متواجده في البيت. أيوة. بنكهه خاصه، يعني تكون فعلا في حاجه مختلفه في البيت احنا قدرنا نوصلها لهم. هم طبعا بيبدعوا اكتر مننا، الامكانيات عندهم ممكن تكون اكتر، لكن طبعا احنا بنتمنى ان هم يكونوا استفادوا مننا ولو جزء بسيط، ويبتدوا يطوروا من نفسهم كتير ان شاء الله. ان شاء الله. في نهايه الاستاذ ياشف محمد. ليه؟ تسلم. قلت في نهايه انت الاستاذ ياشف محمد. الله يخليك، تسلم يا دكتوره. كمان قول لهم يتراسلوا معانا ويرسلوا لنا، كلموني يعني انه يشرفونا على اطبخ وارسل، عشان احنا كمان نعرضها لهم والتشجيع يكون اكثر من الشيفات. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. شرفت كثير الليلة يا روعة، وبجد يعني أزعدتينا في نكهة خاصة، ووديتينا نكهة خاصة، ونحن مشتاقين لك كثير، ويا ريت الإجازة يا روعة تكون بسيطة. ها؟ إن شاء الله وترجع بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. والله يا زهران أتمنى هي تكون بسيطة غايته، وأكيد أنا متأكدة أهلي كمان أدوني فرصة معهم حبة. لا لا مش بديك فرصة، لكن برضه شنو؟ شوية كده. ان شاء الله. ان شاء الله. ترجع بالسلامه ان شاء الله دكتور روعه، وسلامنا لكل الجميع ان شاء الله. تسلم كثير. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. تحياتنا لهم كثير يا روعه، احنا في انتظارك ان شاء الله. طب يا دكتوره احنا هنا حطينا الحليب على النار وسلقنا الجزر. ايوه. وخلطناه مع شويه، ممكن شويه حليب صغيرين او شويه ميه من السلق نفسه، عشان برضه نستفاد من القيمه الغذائيه ما تكون راحت. بنحط كميه ميه بسيطه يا جماعه في سلق الجزر، عشان نستفاد من كميه الميه نفسها اللي احنا سلقنا بيها، برضو نستغلها في الحاجه اللي احنا بنعملها بيها. تمام. وبعد كده هنخلطها بالخلاط، هتكون ناعمه بالشكل ده. هنكون حاطين هنا الحليب على النار، هنضيف عليه شويه عسل صغيرين او سكر بالطريقه دي عشان نحليه بيها، لان الجزر طبعا بيبقى فيه نسبه سكر. دكتوره مش عاوزين نكتر برضو السكر فيها. تمام. وهنضيف شويه سكر كده صغيرين برضو، ما كميه كبيره، زي 4 5 معالق مثلا. بعد كده نضيف مع بعض الجزر بالشكل ده. الجزر بيكون مخلوط وناعم يا دكتوره، ما بنصفيه، احنا عاوزينه زي ما هو بشكله زي ما هو. تمام. عشان برضه نستفيد من القيمه الغذائيه بتاعته. أيوة. كامله. ونبتدي نقلبه كده، بياخد اللون البرتقاني الفاتح ده. ايوه. ممكن نزود كميه زي ما انت عاوزه، بس احنا طبعا بنحط مثلا على كل كوبايه حليب واحده الجزر حبه واحده، بنسلقها وعليها مثلا معلقه سكر ومعلقه عسل عشان تظبط الطعم معاكي. تمام. دي كده كل المكونات صح؟ اه يا دكتوره. تمام. للطعم اللي انت عاوز تحسي طبعا بطعم الجزر او الحليب مختلف شويه، في ناس ما بتحب الزفاره بتاعت اللبن، هو طبعا الجزر بيغطي لك ده كله، لكن انت لما بتحطي معلقه من ماء الورده او ماء الزهر معاها بتكون شكلها حلو جدا وطعمها كمان احلى، النكهه بتاعتها بتختلف وهي على النار. تمام. تمام. طبعا زي ما شفنا مكونات مهلبيه الجزر والطريقه بتاع العمل، وكمان برضو قيمتها الغذائيه عاليه جدا، لانه الجزر بيحتوي لنا على نسبه عاليه من الالياف والسكريات المفيده لصحتنا، وكمان على فيتامين الف المهم جدا جدا لصحه البشره والجلد وكمان صحه النظر. يعني بقول لك الجزر بيقوي النظر، دي حقيقه، لانه فيه فيتامين اي المفيد ومهم جدا لصحه العيون. عشان كده بنقول لكل الناس انه لازم الجزر يدخل في الاغذيه بتاعتنا. وكمان برضو من الفوائد بتاعته انه مهدي للامعاء، وكل الناس اللي بيعانوا من مشاكل في تقرحات المعده بنقول لهم انه تناول الجزر مفيد ومهم جدا جدا، لانه بيعمل حمايه ووقايه. وكمان حتى الناس اللي بيعانوا من المشاكل في المرار برضه مفيد جدا بالنسبه لهم، ومهدي وملين، وكمان برضه فيه نسبه من السكريات المفيده ومهمه لاجسامنا. يعني ممكن احنا ما نضيف سكر بالنسبه للمهلبيه، لانه الجزر بيحتوي على سكر، واضفنا عسل بيكون مفيد جدا. المهلبيه الجزر بتناوله، ممكن تتناوله كثير من الفئات العمرية أو كل الفئات العمرية، بالذات ممكن تكون بدائل بالنسبة للأطفال. كل أنواع المهلبيات بتكون مفيدة وصحية جدا بالنسبة لهم، لأنها بتمدهم بالعناصر الغذائية اللي بيحتاجوا لها. الجزر برضو مفيد لقلنا كل الفئات العمرية وكل الحالات الصحية، بس مراعاة الإضافات بتاعت السكر
تكون بالنسب اللي بيحتاج لها كل جسم وكل حالة صحية بيعانوا منها يعني الكثير من الناس. طيب دكتورة دي المرحلة الأخيرة، آخر مرحلة بقى بنعمل لها كورن فلاور، ندوبه كده بشوية حليب صغيرين أو شوية مية على كل كوباية، بتاخد لها معلقة كبيرة من الكورن فلاور تمام؟ عشان تديك القوام، لأن طبعا برضو الجزر فيه نسبة نشويات بتربط معاكي بتساعدك على عملية الربط شوية. تمام؟ نقلب كده النشا كويس جدا لحد ما تحس ان هو فك كويس في ميه بارده يا جماعه، ما ميه سخنه. عشان كده دايما بقول لكم لما تيجوا تعملوا اي حاجه على النار فيها كورن فلاور يا ريت تخلوها اخر حاجه عشان تقدري توزني القوام بتاعها. في ناس بتحب تحط كل حاجه من البدايه بتقدر توزنها لكن لو سرحت عنها دقيقتين اتنين خلاص بتتمسك تحت. أيوة. فبالتالي بتغير لك الطعم تماما وبتبقى مخرزه معاكي. تمام نبتدي ننزل بيها كده واحده واحده بالراحه. نسيبها تستوي شويه كده على النار. ايوه كمان برضو في حاجه انه الجزر الهضم بتاعه وهو يعني ني افضل من الهضم بتاعه وهو مستوي على النار، لكن احنا هسه الطريقه العمل لنا الشيف استوى على اكثر من مرحله اللي هو اتسلق في البدايه، صح يا شيف؟ طبعا في الاول اتسلق وتقطعه خلطناه واضفناه للمهلبيه، وزي ما قلنا ان هي السعرات كمان الحراريه فيها ما عاليه، فبالتالي ممكن تعتبر نوع من انواع الاغذيه المفيده ومهمه جدا للناس المتبعين حميات غذائيه. اضافه الحليب يا شيف اساسيه، لان بعض المرات في مهلبيه نحن بنضيف لها حليب، صح؟ ممكن يا دكتوره مهلبيه الجزر ممكن تخلطي الكميه اكبر من الجزر وتربطيها. أيوة. بس بالكورن فلاور. تمام. يعني مش لازم الحليب، في ناس عندها حساسيه من الحليب. أيوة. ممكن تعمل برضو المهلبيه دي بالميه عادي والجزر وتضيف الكورن فلاور. تمام. دي بس طبعا بتزود كميه الجزر عشان تعمل معاها ماده ربط كويس. تمام. اخذنا المعلومه دي من الشيف ليه؟ عشان برضو ما نحرم الناس اللي عندهم حساسيه من الحليب او الناس اللي ما بيحبوا تناول الحليب، وحتى الاطفال اللي بيكون عندهم مشاكل من الحليب ممكن احنا نعمل لهم مهلبيه الجزر وتدخل كوحده من الوجبات اللي احنا ممكن نضيفها لهم في النظام الغذائي بتاعهم. قبل فتره بتسالني واحده انه هي حامل وما بتقدر تتناول الحليب، سالتها عندك مشاكل؟ هي ما عندها اي مشاكل تجاه الحليب، لكن ما بتستسيق الطعم بتاع الحليب يعني حليب براو كده بتقدر تستسيق طعمه. فنحن بنقول لها انه هي دي من الاغذيه او البدائل اللي انت ممكن تعملي الحليب ذاته في شكل اشكال ثانيه تدخليه، يعني تضيفي له اي نوع من الفواكه تعمليه كمهلبيه وتتناوليه وتستفيدي من القيمة الغذائية الموجودة فيه، زي الكالسيوم المفيد جدا لبناء العظام، مفيد جدا لصحتك انت وصحة الجنين. عشان كده تابعي معانا وتواصلوا معانا دائما وخليكم معانا، وكل استشاراتكم واستفساراتكم نحن جاهزين لها ان شاء الله على الارقام اللي بتظهر لكم اسفل الشاشة وكمان على صفحتنا على الفيسبوك سودانية 24.tv. طيب يا دكتورة بنعملها كده بطريقة خفيفة. طبعا في ناس بتحب تخلي لونها أحمر شديد، طبعا كل ما تزودي نسبة الجزر بتطلع معاكي اللون الأحمر، لكن احنا عاوزينها طبعا اللون الفاتح ده لأنه الجزر الأصفر العادي. بعدين نعملها كده بالشكل ده ونسيبها بقى طبعا تتقدم تبرد. ألا تبرد شوية. تمام. معانا اتصال يا شيف. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وأنت طيبة. مرحبا بك سارة، كل سنة وأنت طيبة. ربنا يحقق الأمان إن شاء الله. أمانيك إن شاء الله يا إنصاف وكل أهل الكلاكلة بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. شيخ محمد. أهلين يا أستاذة إنصاف، كل سنة وأنت طيبة. أنت طيب، ربنا يحقق الأمان إن شاء الله. الله يخليك يا جماعة إن شاء الله يا رب. تسلم كثير. الله يخليك. الله يخليك. تسلم يا رب، تفضلي. الله يسلمك. الله يخليك. الله يبارك فيك. من طريقة سلطة البيضة. سلطة البيضة؟ أيوه حاجة الطحينة. حاضر. هوريها لحضرتك حالا. إن شاء الله. أي سؤال ثاني؟ لا شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك. اتصالك يا انصاف وكل سنه وانت طيبه وكل اهلك بخير يا رب. ماشي. طيب يا دكتوره السلطه البيضاء اللي هي سلطه الطحينه، احنا قلنا ان انت بتجيبي الطحينه بتفكيها بشويه ميه بارده، لو انت مستعجله طبعا بتحطي ميه سخنه، بس انا بفضل انها تكون ميه بارده افضل. بتحطي عليها كوبايه زبادي معاها شويه شمار، شطه، عصير ليمون، خل. حبيتي تعمليها مدخنه بتعملي طبعا قطعه فحم صغيره وتحطي قطعه زيت، شويه زيت صغيرين في اي حاجه غطا، مثلا لو حاجه حديد مثلا ما تكونش بلاستيك، وبعدين نغطيها وتقفلي عليها بالبلاستيك لمده 5 دقائق، بعدين تفكيها تاني. دي بتبقى مدخنه. ممكن تضيفي عليها الشمار الاخضر بتديكي طعم تاني للسمك. كل دي اصناف من اصناف السلطه البيضاء. اهم حاجه ان هي هتطلع معاكي ناعمه ولونها فاتح، بتضيفي لها شويه زبادي وتفكيها بيها على البارد، ما تفكيها على السخن عشان ما تسود منك او تبقى لونها غامق شويه. في الاخر خالص بتحط لها زيت الزيتون. تمام. دي طبعا السلطه البيضاء يا دكتور.
تمام يا شيف. كده خلصنا خلاص مهلبيه الجزر. ممكن بعد ما تبرد شويه بقى نحط لها قطع جزر مسلوق. تقطعي أيوة. جزرات تخلي مثلا الجزرية سليمه وتقطعيها شرايح ترصيها، تحط لها شويه جوز هند خفيفه، ترشي عليها شويه عسل اللي انت عاوزاه، ممكن تحطيه عليها بعد كده. بس احنا طبعا بنسيبها تبرد شويه وبعد كده بنعمل لها طريقه التقديم. تمام، دي بالنسبه لمهلبيه الجزر. عملنا البكاتا وعندنا كمان طبق تاني اللي هو سلطه البطاطس، هنعمله في الاخر شويه. لكن عندنا كمان عصير الجزر او عصير منعش بدون فواكه، هو ده العصير اللي نقدمه النهارده. دايما احنا متعودين على العصائر انه يكون فيها فواكه يا دكتوره. ده عصير جميل جدا، هنشوفه مع بعض بس بعد ما نعمل المكونات ونشوفها مع بعض على الشاشه. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، شفنا مكونات عصير منعش بدون فواكه، طريقته بسيطة وسهلة. إن شاء الله حنشوفها مع الشيف محمد بعد ما شفنا الطبقين الأوائل أو الصنفين الأوائل اللي هو دجاج البيكاتا وكمان مهلبية الجزر. إن شاء الله يا دكتورة احنا شفنا مع بعض المكونات سهلة وبسيطة جدا، هنعملها مع بعض. لكن هنستأذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مرة ثانية، انتظرونا.
ورجعنا مع بعض مره ثانيه في برنامج نكهه خاصه، وهنعمل دلوقتي زي ما شفنا مع بعض العصير المنعش اللي بدون فواكه يا دكتوره. قلنا من ضمن الاصناف انت مثلا عامله النهارده المهلبيه، ممكن تعملي كمان صنف عصير بالجزر. هنسلق برده الجزر سلق كويس جدا عشان يكون ناعم معاكي. بعد كده هنضيف له معلقه بشر ليمون، بشر برتقال، ونضيف السكر طبعا حسب الرغبه، ومعاه الحليب برده يا دكتوره. ممكن نستعمله من غير الحليب؟ ايوه، يعني ممكن برده مع طعم البرتقال وطعم القشر البشر الليمون هناخد القشر الخارجيه بس، او ممكن تعصري شويه عصير برتقال وعصير ليمون وبعد كده تروحي حطاهم عليها. بس احنا طبعا بنفضل القشر اللي بره عشان يديك النكهه احسن في التطعيم نفسه بتاع العصير. صح، تمام. ونبتدي نحط مع بعض شويه سكر او عسل حسب الرغبه، والثلج برده حسب الرغبه كده بالشكل ده، ونبتدي نخلطهم مع بعض. يبقى ضفنا مع بعض الجزر المسلوق مع الحليب، وضفنا معلقه بشر الليمون وبشر البرتقال والسكر والثلج والحليب. تمام يا دكتوره، زي ما اتفقنا ممكن نستغنى عن الحليب يا جماعه. لو الناس عندها حساسيه من الحليب ما بتقدر تستعمله، فممكن تستعمليه عادي بعصير جزر عادي بس واخد نكهه خاصه يعني. تمام، ونضيفه كده. طبعا يا دكتوره الجزر ليه قوام مختلف فبيربط معاكي برضو، ما محتاج ماده ربط كتيره. تمام، هو الموز طبعا نفس الطريقه. حدر تعمل الحاجه ثاني ولا خلاص؟ لا لا خلاص. تمام، طريقه زي ما شفناها بسيطه وسهله جدا، وكمان بتضيف لنا تنوع واضافه لتغيير كثير بالنسبه للناس اللي ما بيحبوا يتناولوا الجزر. يعني الجزر هو فوائده وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وزي ما قلنا السعرات الحراريه فيه بسيطه، فبالتالي بينفع، وكمان فيه نسبه من البروتينات، وكمان فيه نسبه عاليه من السكريات والالياف اللي هي الكربوهيدراتات المعقده، فبالتالي بيحتاجوا لها كثير من الفئات العمريه وكثير من الحالات الصحيه. في ناس ما بيحبوا التناول بتاع الجزر اللي هو ني فريش، فبالتالي احنا نقول لهم ممكن يدخل في كثير من الاصناف وكثير من الوصفات المختلفه، زي الليله الشيف عملوا لنا مهلبيه، وكمان عملوا لنا عصير صحي وقني جدا بالقيمه الغذائيه العاليه، ومهدي كمان للالام بتاعه المعده، بالذات زي ما قلنا الناس اللي بيعانوا من قرحة المعدة، وكمان برضو ملطف ومهدي بالنسبة للناس اللي بيعانوا من الجاوت أو النجرس، فبالتالي بيكون مفيد جدا وصحي بالنسبة لهم. يا ريت ندخلهم في النظام الغذائي بتاعنا ونستفيد من القيمة الغذائية الموجودة فيهم إن شاء الله. دكتورة شيف تاني، خلاص خلصنا العصير، عملنا صنفين بالجزر، صنف أيوة. عصير طبعا. وصنف مهلبيه، شايف الالوان بتبقى مختلفه طبعا شويه عن باقي العصاير. صح، احنا متعودين اللون ده مثلا ممكن يكون في البرتقال المركز، او عصير برتقال بالجزر ممكن يديكي نفس اللون. لكن انت تعملي عصير الجزر ده يا جماعه، طبعا الدكتوره اتكلمت كتير عن طبعا تقويه النظر، دي اول حاجه احنا كنا بنتعلمها واحنا صغيرين. وبعد كده طبعا الفوائد الكتيره اللي اتكلمت عنها الدكتوره، عملنا كمان مهلبيه الجزر، وعملنا طبق البكاتا زي ما احنا شايفين، طبعا بيبقى كده بالشكل ده، سيبناه يستوي كويس جدا، عمل قوام بس مش قوام تقيل جدا. هنضيف مع بعض شويه الكريمه او القشطه زي ما احنا قلنا، او شويه حليب مع شويه دقيق، ابسط الامور، وبعدين تنزلي عليه عشان تديك اللون الابيض اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. بنضيفه يا شيف بعد مسافه يعني؟ صح، انا بفضل ان الكريمه احنا نضيفها بعد مسافه، لان عشان ما تقطع منك، او بالذات القشطه نحطها في الاخر عشان ما تخرز منك. احنا عاوزين القوام بتاعها والشكل بتاعها يكون ناعم. تمام، نخليها كده على النار برده دقيقتين. ايوه، تتمزج المكونات كلها مع بعض، وبعد كده نبتدي نغرفها مع بعض. تمام. كمان يا شيف برضو من النصايح اللي بنقدمها للناس المتبعين حميات لتنزيل الوزن، في كثير بيقول لك نحن متبعين سياسه الحرمان. الحرمان هو خطر جدا جدا، ايوه هو ممكن يوصلك للمرحله اللي انت يعني عاوزها من نزول الوزن، لكن حتفقد كثير من العناصر الموجوده في جسمك، حتفقد كثير
من الطاقة، وكمان حتحصل لك مشاكل صحية أنت في غنى عنها زي ما تكلمنا قبل كده، فقر الدم، وكمان كثير من المشاكل حتى في المعدة، نقص السكر، الدوخة، بتحصل لك أعراض كثيرة جدا هي بتكون من الحرمان من كثير من الأطباق أو إنك تعتمد على حاجة معينة. من الوصفات اللي احنا بنقولها للناس انه يحافظوا على وزن صحي وزن مثالي، انه حتى الخضروات والفواكه يكونوا مجهزينها مقطعه صغيره لقطع صغيره يخطوها، بتكون هي من الخيارات المناسبه ومفيده ومهمه جدا جدا اذا الانسان في اي لحظه حس بالجوع. يعني الناس اللي زياده الوزن عندهم اللي هي عن طريق الاكل ممكن يقطعوا الفواكه والخضروات لقطع صغيره ويتناولوها يعني وقت الجوع. ممكن برضو كمان شرب المويه بكميات كبيره بيغني الجسم او بيخليه يعني يكسر حده الجوع اللي هو بيحس بها. طيب دكتوره احنا كده خلاص خلصنا مع بعض العصير. ايوه مهلبيه والبكاتة حطينا لها اخر حاجه. طبعا التطعيم احنا ما محتاجين نزيد ملح ولا اي بهارات عشان المخلل طبعا الخيار مع الإضافة الملح والفلفل اللي احنا حطيناهم في البداية بيدوك التطعيم النهائي مع الكريمة برضو فيها نسبة ملح فبتتيجي طعم مميز جدا يعني طبعا. بالإضافة ان احنا لسه هنحط لها كمان الفليهات او التقطيع بتاع الحلقات بتاع الليمون زي ما اتفقنا بنضيفها في النهاية بعد ما بتاخد الغلوة الأولى كده وخلاص هنطلعها من على النار نضيف لها الليمون بيديها طعم المزازة مع البكاتة. تمام دي كده أصناف فاضل لنا مع بعض سلطة البطاطس. هنطلع فاصل ونرجع نعملها مع بعض انتظرونا.
ورجعنا مع بعض مره ثانيه في برنامج نكهه خاصه. وزي ما شفنا مع بعض احنا قلنا هنعمل بعد الفاصل هنعمل سلطه البطاطس مع الزبادي الدكتوره. سلطه جميله جدا برضو خفيفه لانها طبعا من السلطات البطاطس المسلوقه اللي ما محمره ما داخل فيها زيوت كتير. هنشوف مع بعض المكونات ونرجع نعملها خطوه خطوه مع بعض. رجعنا لكم من جديد. شفنا مكونات طبق سلطة البطاطس مع الزبادي والثوم. طريقة حتكون بسيطة وسهلة جدا، وكمان زي ما شفنا انه البطاطس هو مسلوق، وزي ما قلنا كل الأغذية اللي بتكون مسلوقة هي أصح في التناول بالنسبة لكل الناس ولكل الفئات، لأنه بتكون نسبة الدهون فيها تكاد تكون معدومة، بالذات الأغذية اللي ما بكون فيها أي نسبة من الدهون. فبالتالي نحن بنقول إنه لازم الإنسان يدخل في النظام الغذائي الصحي بتاعه نوع من أنواع الوجبات اللي بتكون مسلوقة عشان يستفيد من القيمة الغذائية الموجودة فيها، وبالتالي يقلل من تناول الدهون الممكن زيادتها في الجسم. نحن بنقول الدهون عموما خطرة، لكن زيادة نسبة الدهون في الجسم خطورتها عالية جدا بالنسبة للناس اللي بيعانوا من أمراض القلب وأمراض ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وأمراض السكري. كمان دكتورة في نقطة برضه حضرتك قلتيها قبل كده واحنا اتكلمنا عنها كتير، ان احنا بنسلق دايما البطاطس بالقشر بتاعها افضل. ايوه صح، يعني في فايدة في ورا الغشاء بتاع القشرة بيكون مفيد جدا، غير طبعا ما احنا بنسلقها مباشر بيكون طبعا فقدت حاجات كتيرة من جوا. اكيد، لانه نسبة فيتامين سي الموجودة في البطاطس هي اكترها بتكون في القشرة، وكمان كتير من المعادن اللي نحن قلنا انه المعادن اهميتها يعني وفائدتها لجسم الإنسان قوية جدا، وبتمد الإنسان بالطاقة المحتاج لها عشان يمارس نشاطاته الحيوية، وعشان يكون النظام الوظيفي في الجسم ماشي بصورة صحية. عشان كده حنسلق البطاطس بالقشرة بتاعتها عشان نستفيد من القيم الموجودة فيها، وكمان نسبة البوتاسيوم الموجودة في البطاطس مفيدة ومهمة جدا جدا، بالذات للناس اللي بيعانوا من ارتفاع في ضغط الدم، فبالتالي بتعمل توازن بالنسبة للأملاح الموجودة في الجسم. طب يا دكتور احنا كده خلصنا مع بعض، خلاص البطاطس سلقناها وقشرناها كويس، تمام، تبقى تسيبها تبرد كويس جدا. بعد كده نبتدي نقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده، وبعد كده هنضيف عليها بقى المكونات بتاعتنا. عندنا عصير ليمون، ايوه تمام، عندنا شوية ثوم صغيرين، تمام، عندنا الزبادي، الزبادي طبعا دكتوره من الحاجات الجميله جدا اللي انت لازم تضيفيها في حاجات في عصايرك، في تضيفيها في السلطات. أيوة، لانه بيديكي سرعه في الهضم كمان، حتى في الاكلات الثقيله بالذات. ان انت الناس بعض الناس بتختلف تقول لك لا الزبادي بيعطل عمليه الهضم، هل لا المعلومه دي صحيحه ولا فعلا الزبادي بيهضم بسرعه؟ الزبادي بيساعد على عمليه الهضم لانه العناصر الموجوده فيه، وفيه بكتيريا النافعه اللي هي البكتيريا اللي بتساعد على عملية الهضم، وهي مفيدة جدا جدا. عشان كده بنقول تناول الزبادي لكل الناس اللي بيعانوا من مشاكل في المعدة، كمان يعني الزول ما يكون عنده أي حساسية من الحليب ومنتجاته، نحن بننصح بأنه يتناول الزبادي. برضو في معلومة قلتها الحلقة الفاتت، إنه الزول يعني مثلا يكون في تدرج ويكون في تنوع في الغذاء، يعني احنا ما نعتمد يا شيف على نوع معين من الغذاء. يعني مثلا انا باكل زبادي انه الزبادي مفيد خلاص اعتمد فيه على كل الوجبات بتاعتي، انا بدل ما استفيد منه كده حاضر نفسي وحاضطر يعني انه اتحرم منه واتحرم من القيمه الغذائيه الموجوده فيه. وعشان كده الاعتدال في التناول مفيد ومهم جدا جدا، وده اللي بيدينا الصحة بتاعتنا. والاعتدال والتوازن في النظام الغذائي مفيد ومهم جدا جدا، عشان بيخلي الجسم يستفيد وما حنتحرم من كل حاجة، لأنك أنت أي حاجة تتناولها بكميات كبيرة
حتكون مضرة جدا بالنسبة لنا، وكمان إذا تحرمت منها أو إذا قللت من تناولها برضو حتعمل لنا مشاكل وأضرار صحية، زي ما هسه عندنا في الجزر تناول الجزر نحن قلنا مفيد ومهم، وكمان الزيادة في تناول الجزر برضو عندها مخاطر وأضرار صحية بالنسبة للمرأة المرضعة. بنقول إنه تتناول الجزر لكن تتناوله باعتدال، عشان ممكن يأثر على الحليب بتاع الأم المرضعة، بيأثر في الطعم بتاعه للطفل، ممكن يكون غير مستساغ، وكمان برضو عنده تأثير بأنه الألياف الموجودة في الجزر كثرتها في الجسم بتقلل لنا من امتصاص المغنيسيوم والحديد، بالتالي بتقلل من الطاقة والحيوية بتاعة الإنسان. فبالتالي ننصح دائما بالتنوع والاعتدال في الأغذية بتاعتنا عشان نتمتع بصحة جيدة وممتازة، نقدر نمارس بها نشاطاتنا الحيوية ونحافظ على نظام وظيفي حيوي صحي ومثالي. طيب دكتور، احنا هنا طبعا برضو زودنا مع بعض، حطينا عصير الليمون الزبادي، ايوه، قطعنا شويه طماطم وخيار كده، ناخد الجلد بتاع الطماطم نفسه، اللحم نفسه، ما ناخد الميه بتاعته عشان ما تزيدي الليونه بتاعه البطاطس. تمام، نقلبها كده مع بعض كويس. سلطه من السلطات الجميله جدا طبعا، بتاخد نكهه الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون طبعا هنطعمها بيه، بس بعد ما نطعم شويه شطه كده صغيرين وشويه شمار، شوية ملح، أيوة، ونقلبها كده كويس يا دكتورة. ومعانا كمان بقدونس وكزبرة، ممكن نضيف شوية معلقة معلقة كده. تمام، شوية نعناع كمان بتديها نكهة جميلة جدا مع البطاطس. نعناع، وما ننسى كمان البطاطس بتحب شوية فلفل أسود كده صغيرين، بتديها نكهة برضو مميزة. نقلبها كده كويس مع بعض. النعناع كمان يا شيف يعني النكهه بتاعته مفيده، وكمان بيكسر لنا حده النكهه بتاعت الثوم. الثوم يعني دايما ايوه بنقول انه الثوم مفيد ومهم جدا لصحتنا، لكن برضو زي ما قلت لكم قبل شوي الاعتدال، وكمان برضو في اغذيه او يعني نحن حاجات ممكن نتناولها، انواع معينه ممكن نتناولها من الاعشاب زي النعناع، مفيد جدا بيخلص لنا من رائحة الثوم الحادة، وكمان برضو بيساعد على عملية الهضم، وبرضو كل الناس اللي بيعانوا من مشاكل في المعدة زي الحرقان، زي بالذات الحرقان اللي بيجي صاحب، بنقول لهم إنه تناول النعناع مريح جدا ومهدي لآلام المعدة مختلف أنواعها. طيب دكتور، احنا كده خلصنا السلطة، هنبتدي بقى نضيف خلاص عشان نغرف اللحمة، هنضيف فلهات الليمون أو قطع الليمون. أيوة، تضيفيها في النهاية، تاخد بس تقليبة كده صغيرة وبعد كده تطلعيها، لأن طعم الليمون ده طبعا مع السخنية بيطلع بسرعة في الصوص نفسه. تمام، هي هتكون اخر خطوه منها، هنرفع من اخر الناس. خطوه خلاص كده دكتوره، بنبتدي نغرف الطبق بتاعنا. تمام، شايف كمان عندنا فقره اطبخ وارسل مع المشاهدين والمتابعين معانا اللي دايما بيتواصلوا معانا بابداعاتهم، وكمان الليله المشاركه معانا في فقره اطبخ وارسل اللي هي منت الله صديقه البرنامج من بداياته، بنحييها وبنقول لها كل سنه وانت طيبه وينعاد عليك بالخير والمن والبركات. نشوف الأطباق بتاعتها، نشوف الأطباق بتاعتها الجميلة، طبعاً معودانا إنها تعمل لنا أطباق مميزة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، تسلم إيديك يا أستاذة منة. الحاتي بس، كفتة الحاتي. كفتة الحاتي، ما شاء الله عليكي، تسلم إيديكي. طريقة التقديم كمان جميلة جداً. أيوه. تسلم إيدك. عاملة بانكيك بدبس التمر، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله عليك. شايف ما شاء الله التقديم ذاته، ما شاء الله البانكيك بدبس الرمان كمان ما شاء الله جميل جدا، وعامله معاه سلطه الفواكه دبس التمر يا شيف، بدبس التمر ما شاء الله. ما شاء الله الكنافه شكلها حلو جدا، الكنافه برضو ما شاء الله، تسلم ايديك. الفورمه كمان شكلها وعامله مكسرات فيها شكلها جميل جدا ما شاء الله، تسلم ايديك يا استاذه منى. اطباق جميله ولذيذه، صوابع زينب ابدعت فيها برضو ما شاء الله، اللون والشكل والمقاس، تسلم ايدك. بس ناقصنا نذوق الطعم يا شيخ. ان شاء الله يا دكتور. اللي هو البسكويت. هي وعدتنا برضه طبعا في التليفون مره انها خلاص هتجيب لنا حاجه بسيطه قريب ان شاء الله. ان شاء الله، عملت البسكويت كمان يا شيخ. تسلم ايدك يا استاذه منى، البسكويت ما شاء الله، تسلم ايديكي. لا ابدعت ما شاء الله السنه دي، برضه كان مشاركه معانا السنه اللي فاتت برضه بحاجات جميله، وبرضه البيتي فور ما شاء الله، تسلم ايديكي استاذه منى. اصناف جميله وشهيه وحاجه بصراحه يعني بنتشرف فيها ان احنا في برنامج نكهه خاصه الناس وصلت مرحله زي ديت، وبتعمل حاجات جميله زي ديت وبتبدع كمان، يعني بتغير في الاصناف. احنا مثلا عملنا بدبس الرمان، هي عملنا بقى عملنا بالشوكولاته، هي عملتها بدبس الرمان، ابدعت فيها بصراحه.
تمام. هي كمان يا شيف حاليا معانا على الهواء من نط الله. مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيبه. مرحبا، مساء الخير على عيونكم. الله يخليك، تسلمي يا رب. مساء الخير، كل سنه وحضرتك طيبه. وكل سنه وانتم طيبين، يلعن عليكم بالصحه والعافيه وكل ما هو جميل يا رب. الله يسلمك ان شاء الله. فقدناك كثير من بدايه العيد وتمنينا مشاركتك معنا، والحمد لله انك انت الليله معنا. تسلمي يا دكتوره، مرحبا بك كثير، وكل سنه وانتم طيبه وربنا يحقق امانيكي. امين جمعا ان شاء الله يا رب. تسلمي، كيفك يا شيخ محمد؟ الله يسلمك، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بخير وعافيه يا رب، ربنا يحقق الاماني وينعاد عليك بالصحه والسلامه يا رب. الله يخليك، تسلم يا رب. سعيدين ان سمعنا صوتك في العيد، والحين نسمع التهنئه بتاعتك ان شاء الله. وانا سعيده جدا والله بتواجدي معاكم، واتمنى يعني يكون تواجد عبر الواقع باذن الله في القريب العاجل يا رب. ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله الزمن. منتظرين لكم ومتوقعينك باذن الله. كيف العيد معاكم في الامارات؟ والله والله الحمد لله، العيد فاقدكم ورابطكم، وهو نحن بالنكهات الطيبه معاكم من على البعد. تسلمي، ربنا يديك العافيه. ودائما يعني شفنا أطباقك الشهية وظريفة، يعني شكلها مشهي جدا، وطريقة التقديم ذاتها يعني رائعة جدا. تسلمي، الله يكرمك يا رب. تسلمي، وأنا بالمناسبة والله صفرتي حتى في البيت بقت تسمع نكهة خاصة ما شاء الله. أنا بالهنا. احنا بقينا ذو نكهه خاصه بيكم ومعاكم وبالاطباق الجميله اللي انتم كمان بتبدعوا فيها، وفعلا في نكهه خاصه بتخش علينا ان انتم بالفرحه والكلام الحلو اللي انتم دايما بتقولوه لنا، احنا كده فعلا بنحس بنكهه خاصه معانا ان شاء الله. تسلم، الله يكرمك كثير يا رب. الله يخليك، استفدنا منكم يعني استفاده بقت هي واضحه من عبر الصور. الله، ما فعلا هي انتم ابدعتوا كمان عننا كمان ما شاء الله، وصلتوا مرحله احسن بكثير. الفضل عليكم كله والله. الله يخليك، الفضل لله، الفضل لله. خاصه ليه؟ الله يخليك، تسلم، يديك العافية. الله يخليك، وأهني كل التيم العام الغايم على البرنامج الجميل، وعلى راسهم الأخت الحبيبة نهال، كل سنة وهي طيبة والجميع بخير. وأنت طيبة يا رب، هم كمان بحيوك كثير وبقول لك كل سنة وأنت طيبة، وإن شاء الله نشوفك وتكوني ضيفة معانا على نكهة خاصة، تكوني نكهتنا الخاصة. ذلك والله أتمنى، والله أتمنى ذلك في القريب العاجل بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. تحية خاصة للشيخ إبراهيم. الله يخليك، توصل له ان شاء الله. الله يخليكم، كتر خيركم كثير، وربنا يجعل في ميزان حسناتكم وجزاكم على الله بكل الخير. الله يخليك، سعدنا بوجودك معانا النهارده في برنامج نكهه خاصه واطباقك الجميله، وبنقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه وعيد فطر مبارك عليكم وعلى كل الامه الاسلاميه ان شاء الله. ان شاء الله. وانت طيب والجميع بخير، وينعاد عليكم بالصحه والسلامه يا رب. الله يخليك، امين. انت واسرتك كل من تحبي بالف خير ان شاء الله. الله يخليك، تسلموا كثير، كل سنه وانتم طيبين. شكرا طيب لاتصالك يا ما شاء الله، شكرا لوجودك معنا. الله يسلمك. طب يا دكتوره، احنا هنا بنعمل بقى الزينه خلاص بتاعت السلطه، بما ان احنا دخلنا ممكن الخيار، ممكن نستغل برضو الخيار بالشكل في التجميل بتاعها. ايوه، نختلف شويه مع شكل السلطه عشان نقدم بطبق جميل. ممكن خياره واحده بس انت بتكفيك ان انت تعملي ديكور كويس جدا معاها، بس تبدعي في الشكل اللي انت بتعمليه. ممكن تعمليها نظام ورده، تعمليها نظام النجمه زي كده، تعملها باشكال كتير. احنا طبعا وريناكم حلقات مخصصه عن التزيين، والناس يا شيخ برضه منتظرين لسه يعني حلقات التزيين لان ما تخلصش. احنا معاهم لسه ان شاء الله، في كتير حاجات جميله جدا هنعود لكم عليها. احنا دخلنا بس في موسم رمضان، في شغل مخصص ليه، فلازم نخليه مختلف شويه، وان شاء الله الايام اللي جايه دي بنبتدي نبدا معاكم تاني من جديد، ونبتدي نتواصل عشان توصلوا لمرحله احسن ان شاء الله، واي صعوبه تقابلكم في اي حاجه تبتدوا تقربوا منا ان شاء الله، واحنا هنحل لكم اي مشكله ان شاء الله معاكم باذن الله يا شيخ. طيب يا دكتوره، نبتدي نعمل كده. هي دي الفكره بتاعت ان احنا عملناها قبل كده، اللي هي بتاعت تعملي 7 في 8 كده بالسكينه وتوصل معاكي بالشكل اللي احنا عاوزينه ده. تمام؟ تمام. اطباق شهيه وبسيطه واصناف متنوعه وغنيه بالقيمه الغذائيه المختلفه والمفيده بالنسبه لنا، عشان كده بنقول دائما انه لازم النظام الغذائي بتاعنا يحتوي على كل العناصر المفيده ومهمه لاجسامنا، زي البروتينات، الكربوهيدرات، المعادن والفيتامينات والدهون، كمان برضو مفيده لاجسامنا. عشان كده لازم يكون في تنوع، لازم يكون في اعتدال، لازم الوجبات بتاعتنا تكون متقسمه خلال اليوم، يعني زي ما قلنا لكم انه الوجبه ما الا تكون صينيه كامله متكامله فيها كثير من الاصناف. ممكن
طبق واحد من السلطة أو ممكن يكون نوع بتاع فاكهة واحد هو يعتبر وجبة، أو كاس الزبادي تعتبر وجبة مفيدة وتمد أجسامنا بالصحة اللي نحن محتاجين لها. وبرضو نراعي لأنه نحن ما نكتر من تناول صنف معين، نتناول بكميات كبيرة أو كمان منقوم نقلل منه، عشان التقليل أو الزيادة ممكن تأثر علينا تأثير سلبي. عشان كده بنقول لكل الناس اعتدال توازن تنوع، هي دي الأساسيات بتاعة التغذية السليمة والمحافظة على نظام صحي والمحافظة على جسم متوازن معافى سليم خالي من الكثير من الأمراض وخالي من الزيادات اللي نحن يعني ما بنرغب فيها. الزيادات اللي بتكون شاذة، كل الناس عاوزين ينزل وزنهم، بتعتمد على الثلاثة نقاط دي: اعتدال، توازن، تنوع. حنستفيد أكيد كثير، ودائما منتظرين تواصلكم واستشاراتكم واستفساراتكم معانا عبر أرقامنا الظاهرة أسفل الشاشة، معانا تكونوا على الهواء مباشرة، وكمان برضو على صفحتنا على الفيسبوك سودانية 24.tv. إن شاء الله دكتورة. وآخر حاجة بقى نعمل زيت الزيتون ونخليه بالشكل ده كده، وبقى كده الطبق بتاعنا خلاص انتهى. طبق سلطة جميل جدا، تمام، خفيف، عملناه مع طبق بيكاتا وعصير الجزر أو العصير المنعش بدون فواكه، وعملنا كمان مهلبية الجزر زي ما اتفقنا، بنسيبها تبرد وبعد كده تقدمي لها شوية مكسرات زي ما انت عاوزة أو أي حاجة انت بتحبيها. نتمنى أطباق تكون خفيفة جديدة بالنسبة لكم بعد مرحلة رمضان، تعملوها وطريقة صحية زي ما الدكاترة طبعا بيقدموا لكم النصائح الصحية الكتيرة إن شاء الله، عن المسلوق، عن طريقة التقديم بتاعت الدجاج بدون دهون، عن الجزر وفوائده، عن العصائر، عن الزبادي، عن كل المكونات اللي احنا بنشتغل بيها. بنتمنى دايما تكون حلقة مميزة بالنسبة لكم، ان انتم تستفادوا منها فأقل الشيء وأكثر القيمة الغذائية إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا كثير لتواصلكم معنا، وإن شاء الله حلقة الليلة تكون خفيفة وظريفة ولطيفة عليكم. ودائما زي ما عودناكم، أول شيء شيف تسلم يدك كثير، وتسلم كل اللي تابعتم معنا، وفي الختام دائما بنقول لكم في أمان الله. بينك هدنا ولون الفتنة، عشان لما تمل وجداني يبدي العيدية. ليلة فواجة اللفة تبارك، للمهموم البنسوي شارك، للبت من بدري تضاير، للأولاد الدك وستاير، للأمات والدعوة الطيبة، للأبوات والطلة الهيبة. الله يديم العافية هدية سافر، غابة جد
عشان لما